الأزمات السياسية في السودان تعمق جراح الاقتصاد ومعاناة المواطنون تزداد. خطة ليبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولات لجر عجلة الاقتصاد للأمام. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البوديري. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم ننطلق بها معكم من استديوهاتنا هنا في دبي. صباح الخير يا رؤى. يسعد صباحك لين. التطور التكنولوجي لا يتوقف، وكما يفيدنا ويسهل علينا حياتنا أيضا للأسف هنالك ضحايا أحيانا لهذا التطور. في إطار التحديثات الجديدة والمستمرة التي تطلقها الشركات التكنولوجية، أعلن تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن وقف خدماته على ملايين هواتف الأندرويد والآيفون التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة جدا اعتبارا من صباح اليوم الموافق الأول من نوفمبر. نعم لين، يعني بناء على هذا القرار سيفقد المستخدمين المتأثرين جميع محادثاتهم إذا لم يتم نسخها احتياطيا وتصديرها، وفي حال أرادوا استخدام تطبيق يتوجب عليهم أكيد تبديل أجهزتهم بأجهزة أخرى أكثر تطورا. هذا التحديث رؤى يأتي بعد أيام على تغيير اسم الشركة الأم للتطبيق من فيسبوك إلى ميتا، وبالرغم من أن التطبيق لم يعلن من قريب أو حتى بعيد له عن أي قرار له علاقة بهذا التغيير، إلا أن البعض يرى أن التحديثات التي تجرى على جميع تطبيقات الشركة تأتي بهدف مواكبة التغيرات الحديثة والسيطرة على مجال الواقع الافتراضي، وهو ما يتطلب أن تكون الهواتف الحديثة مدعومة بالإصدارات الأخيرة. لكن في المقابل في كثير من الأشخاص اعتبروا أن هذه الخطوة هي نوع من العنف الإلكتروني أو حتى القمع الرقمي، بمعنى أنك إما أن تواكب التحديثات أو تصبح خارج الإطار ويتم إقصاؤك بعيدا. نبدأ حلقتنا من الملف السوداني، إذ وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الكونغرس طلبا بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان والتي أعلنت لأول مرة منذ عام 1997، حيث أشار إلى أن التطورات الأخيرة الحاصلة في البلاد تهدد مكتسبات ما حققه السودان نحو الديمقراطية منذ 2019. نعم لين، وزادت الأحداث السياسية حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، لا سيما وأن بعض الدول الكبرى أوقفت مساعداتها المالية للبلاد، حيث أصبح هم المواطن السوداني هو تدبر أمره للبقاء على قيد الحياة. فها هي الولايات المتحدة أوقفت إرسال 700 مليون دولار كانت مقررة للسودان، وكذلك ألمانيا والبنك الدولي، وأمريكا تواصل مع دول إقليمية عدة لثنيها عن مساعدة السودان في ظل الحكم العسكري كي لا تذهب هذه الأموال للجيش، وهذا ما سيزيد الضغط على الشعب. ما هو معلوم بالطبع أن الاقتصاد السوداني في وضع حرج منذ البداية، فثورة ديسمبر اندلعت بسبب غياب الخبز والوقود، والحكومة ورثت هذا الوضع ووصل التضخم إلى 400%، ليأتي الاستيلاء العسكري على الحكم ويعمق من حجم الأزمة. ويعتمد السودان في توفير الكثير من حاجيات الاستهلاك الأساسية على الاستيراد، وتبلغ فاتورة استيراد 3 بنود من الحاجيات الأساسية فقط، وهي الوقود والدقيق والدواء مليارا و200 مليون دولار. كما تبلغ ديون الخرطوم اليوم ما يقارب 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تعتبر أعلى النسب في العالم وتمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد. وبعد الثورة سعى المكون العسكري في الحكومة إلى إطباق سيطرته على مفاصل الاقتصاد، إذ يدير الجيش 250 شركة مدرة لأرباح ضخمة. نتابع الموضوع أكثر مع ضيفنا من الخرطوم الصحفي والمحلل الاقتصادي أستاذ عاصم إسماعيل. صباح الخير عليك. بداية، ما تأثير الأحداث الأخيرة وقف المساعدات المالية على الاقتصاد السوداني؟
شكرا جزيلا، صباح الخير. بالتأكيد طبعا هنالك تأثير سلبي على الاقتصاد السوداني، خاصة وأن الحراك الذي تم خلال الأسبوع الماضي يعني أثر تأثيرا كبيرا جدا على السودان وعلى الدول الإقليمية أيضا وعلى العالم بأجمعه، حتى يعني العالم قطع المعونات عن السودان، وحتى داخليا أيضا هنالك بعض الإرهاصات الكبيرة التي تشير إلى أن هنالك إضرابات عامة وإصيام مدني أوقفت حتى الإنتاج المحلي والمصانع التي كانت تنتج يعني صناعة محلية، وأوقفت حتى الكثير من السلع التي يمكن أن تغذي الأسواق الرئيسية والأسواق الفرعية. وبذلك نجد أن السودان الآن محاصر من الخارج ومحاصر من الداخل، نعم، أيضا من قبل الوضع السياسي الغير مستقر. وبالتأكيد أن السودان حاول الانضمام إلى المنظومة العالمية والمؤسسات الدولية العالمية، ولكن بالحراك الذي حدث الأسبوع الماضي تغيرت كل الموازين، وأصبح السودان الآن في مفترق طرق، إما أن يكون السودان أو لا يكون السودان، خاصة وأن إذا علمنا أن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش جدا، وهنالك موارد كثيرة جدا غير مفعلة، وهنالك خلافات سياسية ألغت بظلالها السالبة على المشهد الاقتصادي، وهنالك عدم توافق مجتمعي على المسيرة الديمقراطية والمسيرة المدنية. ولذلك إن الذي قام به يعني المكون العسكري خلال الفترة السابقة أثر تأثير كبير جدا على كل مناحي الحياة، وأثر أيضا على كل المعيشة بالنسبة للسوداني، وأصبح هم السوداني أيضا الآن هو يبحث عن لقمة، نعم، العيش فقط دون، طيب، أن يبحث عن أي أشياء أخرى، خاصة في ظل، طيب، انقطاع تام بالنسبة لشبكة الأنترنت. بحكم يعني حديثا عن السيطرة العسكرية، اليوم المكون العسكري هو من يتحكم بالاقتصاد، فهل هم من صنعوا الأزمة الاقتصادية؟ يعني هذا ما يعني يبدو واضحا وجليا، أم يعني كيف لو نبغى نقول من ناحية ثانية إذا ممكن حل هذه الأزمة، كيف يتم خلع العباءة على العسكرية عن المؤسسات الاقتصادية المحلية حتى ينعش الاقتصاد من جديد؟ هو طبعا كل المؤشرات تشير إلى أن هنالك بعض يعني المؤامرات التي حيكت يعني مع مكونات مدنية، يعني غير يعني سواء كان مكونات حزبية أو مكونات غير حزبية، حتى أوصلت السودان إلى هذه المرحلة بحجة أن هنالك محاصصات وبحجة أن هنالك يعني إقصاءات بالنسبة للآخر وهكذا. ولذلك أعتقد أن المؤسسة العسكرية السودانية الاقتصادية تتمتع بقدر كبير جدا من الشركات ومن المؤسسات من المصانع ومن كل المداخيل الدولارية التي يمكن أن ترفد هذه المؤسسات السودانية الأخرى بخيرات كبيرة جدا. ولكن يبدو أن الخلاف بين المؤسسة العسكرية والشق المدني يعني منذ أن تولى إبراهيم السيد إبراهيم البدوي وزارة المالية وجاءت من بعده الأستاذ هبة محمد علي، هنالك خلافات حادة جدا في كيفية انضمام هذه المؤسسات الاقتصادية العسكرية إلى القطاع العام، حتى رفضت الوزيرة السابقة انضمام هذه المؤسسات العسكرية إلى القطاع العام بحجة أن المؤسسات العسكرية مؤسسات منضبطة جدا ومؤسسات لها يعني تاريخ مشهود في إدارة الاقتصاد أو دفة الاقتصاد سواء كان شركات أو مصانع، ولذلك أدى هذا إلى الاستغناء عن تلك الوزيرة المكلفة. ويبدو أن القطاع المدني أيضا غير متفق على أن يعني انضمام هذه المؤسسات العسكرية للقطاع العام بحجة أن القطاع العام يعني تكسر فيه بعض الهنات من فساد ومن خلافات أيضا توجد ما بين المكونات المدنية. ولذلك أعتقد أن المؤسسة العسكرية إذا صفت النية يعني يمكنها أن ترفد الاقتصاد السوداني بكثير من الموارد الهامة جدا وبكثير من الصناعات، حتى تعمل على تشغيل رأس المال أيضا الموجود في السودان بصورة خاصة إذا أرادت أن تنقذ الاقتصاد السوداني من وحدته التي يقع فيها الآن. أستاذ عاصم، هنالك رفض لهذا الحكم العسكري كي لا تذهب هذه الأموال بشكل عام إلى الجيش، لكن كما نعلم السودان خلال الشهور الماضية مر بعدة مراحل لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وفي ظل سيطرة الجيش على السلطة، حسب رأيك هل عادت الخرطوم للمربع الأول دوليا؟
نعم، عادت الخرطوم إلى المربع الأول قبل أن تحدث الثورة، لأن المجتمع الدولي الآن يحارب في السودان بعد أن تقدم خطوات كبيرة جدا، رفع اسمه من قائمة الدول للإرهاب، وبدأت المؤسسات الدولية يعني ترفد السودان بمبالغ كبيرة جدا، حتى أن هنالك يعني بعض الأسر استفادت من هذا الدعم الدولي خاصة من البنك الدولي، في بعد أن تم رفع يعني رفع الدعم عن الوقود، هنالك البنك الدولي ساهم بمبلغ 800 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة حتى تواكب المرحلة المقبلة. ولذلك أعتقد أن السودان الآن يتراجع إلى الوراء كثيرا، باعتبار أن كل الذي اخطط خلال السنتين أو العامين الماضيين يعني تم نسفه بجرد قلم، والآن المواطن السوداني بدأ يعاني كما كان في السابق، حيث اصطفت الصفوف الطويلة جدا بالنسبة للوقود، والصفوف الطويلة أيضا بالنسبة للخبز، وأصبح المواطن همه الأول هو كيف يكسب لقمة عيشه، مع ركود تام بالنسبة للسلع الأخرى، وإغلاق تام بالنسبة للأسواق، وشلل تام بالنسبة لكثير من مناحي الحياة، حتى أن المصارف السودانية أغلقت أبوابها وأحدثت شللا كبيرا جدا في مسألة التمويل، وأحدثت شللا كبيرا حتى في الصادرات والواردات. هذه من التأثيرات الكبيرة والسالبة التي يعني تحتاج إلى وقت طويل حتى ترمم من جديد، وحتى تعيد العلاقة الصادقة مع المجتمع الدولي، حتى تتحقق المدنية والديمقراطية في السودان. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة لإعادة الاستقرار في السودان؟ الولايات المتحدة لها دور كبير جدا مع حلفائها الأوروبيين وحلفائها أيضا من الدول العربية، يجب عليها أن تضغط في اتجاه تحقيق الديمقراطية وتحقيق المدنية في السودان، وأن يكون كل شخص له دور يقوم به، أو أي مكون له دور يقوم به تجاه الدولة المعنية، خاصة أن أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة هو تجميع الفرقاء المدنيين أيضا مع بعضهم البعض، حتى يقوموا بدورهم تجاه التحقيق المدنية وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة التي ظل ينادي بها الشعب السوداني منذ العام 2019 وإلى الآن لم تتحقق. أيضا الولايات المتحدة لها دور كبير جدا في الضغط على يعني تكوين الهياكل المؤسسات الأخرى التي لم تكون بعد، وهي المعنية أساسا بتحقيق الدولة المدنية، خاصة الهياكل العدلية والمجلس التشريعي هو المنوط به تحقيق دعائم الدولة المدنية وتحقيق أسس الديمقراطية السليمة في السودان. ولذلك الأدوار هي كبيرة جدا للمجتمع الدولي، إذا أردنا أن ينضم السودان إلى المؤسسة الدولية، ويقوم المؤسسات الدولية بتمويل السودان، وتقوم الولايات المتحدة بتمويل السودان وتحقيق ديمقراطية وسلام وحرية وعدالة في السودان. نعم، كنت معنا من الخرطوم الصحفي والمحلل الاقتصادي عاصم إسماعيل، شكرا جزيلا لك. إلى ليبيا بالتحديد، والملتقى الأول من نوعه عنوانه الرئيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. هذا الملتقى الذي تدعمه وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية يتضمن مؤتمرا علميا ومعرضا في معرض ليبي دولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في طرابلس، وورش عمل وطرح مبادرات لمنظمات المجتمع المدني. أما هدف هذا الملتقى الذي يستمر 4 أيام فهو النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتطوير الرياديين وأصحاب الأفكار للمساهمة في تنفيذ 100 مشروع من فئة المشاريع الصغرى والمتوسطة خلال الفترة القريبة وبمختلف المناطق. تسعى السلطات في ليبيا لتشجيع القطاع الخاص بإقامة ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام القادمة بمشاركة 60 جناحا للعرض، وذلك سعيا منها لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي الذي تشكل مبيعات النفط 90% من إيراداته. يحتوي الملتقى الليبي الدولي للمشروعات الصغيرة المتوسطة على معرض دولي للمشروعات الصغيرة المتوسطة على مدار 4 أيام، يبدأ الافتتاح إن شاء الله تعالى يوم الاثنين 1 نوفمبر إلى 4 نوفمبر. تخلل هذا الملتقى مؤتمر علمي للمشروعات الصغيرة المتوسطة يحتوي على 14 ورقة علمية على مدى 2 يومين، بالإضافة إلى صالون اقتصادي يناقش الآفاق الاستراتيجية لبيئة الأعمال المشروعات الصغيرة المتوسطة. ورغم التوقعات بأن
تسجل ليبيا معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي يبلغ أكثر من 70% في عام 2021 بسبب تحسن مبيعات النفط، تبقى مشاركة الشركات الصغرى والمتوسطة أقل من المطلوب، حيث يرجع متابعون ذلك لعدم وجود تشريعات تشجع الاستثمار وغياب الرؤية الاقتصادية بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني. هناك الكثير من الجوانب التي يجب أن يقف عليها سواء المشرع الليبي أو السلطة التنفيذية لتكوين بيئة يمكن أن تخلق تنوع اقتصاديا وتستفيد من مسألة المشروعات الصغيرة المتوسطة، لأنها ليست مسألة قروض ومنح تعطى ثم يبحث عن بعفاءات طبعا محدودة ثم ينتظر منها جني أرباح أو جني تنويع اقتصادي. القطاع الخاص بصفة عامة والمشروعات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة تأثرت سلبيا بعدم ثبات سعر العملة المحلية والحروب التي مرت بها ليبيا خلال الأعوام العشرة الماضية. نشاط ملحوظ لتشجيع القطاع الخاص في ليبيا، ولكن التحديات لا تزال كبيرة أمام قطاع يواجه عقبات تمويلية وسياسية وأمنية. رافت بالخير، الحرة، طرابلس. إذن ما هي سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة المناطق الليبية بحسب اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية؟ نبدأ هنا بتأكيد وزير الاقتصاد والتجارة لضرورة استهداف كافة المناطق ضمن الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تنفيذ مشاريع تعتمد على مواد خام محلية وتطوير الصناعة الوطنية واستهداف الخطة للوزارة لتحقيق فرص تصدير حقيقية للمساهمة في رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية ولدعم الأفكار الريادية. توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة تدعم الاقتصاد الوطني وتستقطب الباحثين عن العمل بعيداً عن الوظيفة العامة، إضافة إلى السعي لتوطين الرخام محليا لتمكين شركات صناعة الرخام من التصدير والسيطرة كذلك على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من خلال تنظيم العملية الاستيرادية والمشاركة الفعلية من الغرف التجارية بالمناطق. إذن لين، حتى نعرف تفاصيل هذا الملتقى ينضم إلينا من طرابلس الدكتور محمد شوارف، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب لهذا الملتقى. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. في البداية، يعني كيف جاءت فكرة المؤتمر وما هي أهم محاوره؟ بداية تحية صباحية طيبة لكل مشاهديكم أينما كانوا. الحقيقة فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي من أهم الأفكار الريادية اللي حقيقة تسعى إليها كافة الاقتصاديات في محاولة منها لتشجيع القطاع الخاص وزيادة بدفع مسيرته في تنمية الاقتصاد، وخصوصا في الاقتصاديات النامية التي تشهد العديد من المشاكل الاقتصادية. واقع الاقتصاد الليبي كما هو معروف لا يخفى على الكثير، اقتصاد ريعي هو جزء من هذه الاقتصادات النامية التي تعاني من عديد المشاكل. تمت دراستها في كثير من الأحيان من خلال المؤتمرات العلمية والنقاشات والحوارات ما بين المفكرين والنخب الأكاديمية وصناع القرار، فكانت كل هذه اللقاءات تتمخض أو تنتج عنها مجموعة من التوصيات والنتائج التي تبرز ضرورة التحول ناحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فمن ثم كانت هذه فكرة إقامة هذا المؤتمر على هامش الملتقى الاقتصادي كما نوه التقرير اللي عرضتوه حضراتكم منذ قليل، في سبيل دراسة الواقع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإبراز المعوقات والتحديات وكيفية تطوير الحالة الواقع المشروعات داخل الاقتصاد الليبي بالشكل الذي ممكن أن تخرج منها نتائج طيبة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مرضي لنا نوعا ما. طب دكتور محمد، كيف لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني أن يسهم في أي تغيير وإلى أي مدى تعولون عليه؟
الملتقى هو من تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقيقة خطوة تحسب للبرنامج الوطني في هذا المحفل هو إحداث شراكة حقيقية مع عديد المؤسسات التعليمية واللي تعتبر بيوت خبرة في محيطها من الجامعات بما فيها من كفاءات وأساتذة، بالإضافة إلى الجهات الاستشارية الأخرى داخل الدولة الليبية. كل هذه العقول وكل هؤلاء المفكرين وصناع القرار أيضا في لقاء من خلال إن شاء الله الصالون الاقتصادي اللي يكون حل في اليوم الأول على هامش الملتقى، كل هذه اللقاءات وكل هذه الحوارات بالإضافة إلى الالتقاء مع العارضين الذين اللي حيكون المعرض الاقتصادي أيضا المصاحب، كل هذه الوجوه وكل هذه الأفكار سوف تتناقى في سبيل أن يخرج الملتقى بشيء يشخص الواقع. أولا يشخص الواقع الحقيقي لواقع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الليبي، أيضا إبراز ثقافة وتدعيم ثقافة وتطوير ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والعام بالشكل الذي يسهم في تطور أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم، طيب كيف ترون آلية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ آلية الدعم لكي تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الليبي، هناك اتجاهين نحاول بقدر المستطاع أن يسيرا في خط واحد. الخط الأول هو ضرورة وجود الدعم الحكومي على الأقل في ظل الظروف التي تشهدها الدولة الليبية، وفي ظل الارتفاع الحاصل الآن في أسعار النفط واللي ممكن يؤثر بالإيجاب على الميزانيات، ومن ثم ضرورة تحول جزء من هذه الإيرادات إلى دعم هذا النوع من المشروعات، أولا لتشجيع الشباب لدخول هذا النوع من المشروعات، ثانيا لتخفيف الضغط عن كاهل الدولة والوظيفة الحكومية في استيعاب القوى العاملة، واللي أدت إلى إحداث كثير من المشاكل وخصوصا فيما يتعلق بقصة البطالة المقنعة. النقطة الثانية والمهمة هو ضرورة أن يكون عند الشريك الاقتصادي أو القطاع الخاص هو شريك حقيقي في مسألة تمويل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع الانفتاح عليها ومساهمتها في تطور الاقتصاد اللي النقطة المهمة أيضا فيما يتعلق بالآليات الملتقى، المفترض أن حيكون عندنا أحد المحاور المدروسة في المؤتمر هو فكرة آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلالها حيتم تدارس العديد من التجارب العربية والدولية في الأساليب الحديثة لآلية تمويل المشروعات الصغيرة، واللي ممكن تطبيقها داخل الاقتصاد الليبي، واللي يحدث من خلالها نقلة نوعية في مجال التمويل والانفتاح على هذا القطاع المهم داخل الاقتصاد. طيب دكتور محمد، يعني ما هي طبيعة المشاريع التي تركز عليها ليبيا لتطويرها مستقبلا، وبالتالي انه يكون يعني يكون لها انطلاقة لاقتصاد وطني جديد؟ التقرير اللي عرضوه منذ قليل نوه إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة كبيرة جدا قد تصل تفوق حتى 90% من صادراته على النفط، واللي هو يعتبر مصدر الدخل. فبالتالي أحدث هذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط بهذه النسبة الكبيرة أحدث تشوه حقيقي في هيكل الاقتصاد الليبي، ومن ثم على الدولة الليبية حتى تجد مصادر بديلة على هذا النفط بما يحقق تنمية مستدامة ويضمن استمرارية حقيقية للاقتصاد، أن يكون اقتصاد حقيقي ليس متنوع، فكان لابد يتطلب الأمر ضرورة التنوع في هذا الاقتصاد. أحد أوجه التنوع هو الاعتماد على أو تشجيع فكرة المشروعات الصغيرة وتطوير القائم منها، حتى تساهم هذه المشروعات في خلق قاعدة اقتصادية حقيقية تسمح بإحداث تنوع حقيقي داخل الاقتصاد الليبي، يكون المواطن أو المستثمر هو المساهم الحقيقي فيه، واللي يحدث تنوع يمكن أن يؤدي إلى تنوع في مصادر الدخل. طيب يعني كيف بدورها هذه المشروعات قادرة على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكثيرة اللي تواجهها؟ أهم التحديات اللي ممكن يواجهها الاقتصاد الليبي حاليا وكل الاقتصاديات أغلبية المنطقة، ولكن بنسب متفاوتة، شبح البطالة اللي يهدد نسبة كبيرة من الشباب. فبالتالي وجود المشروعات الصغيرة، فتح الدعم إليها، تشجيع فكرة ريادة الأعمال وتوسيع نطاق هذا النمط من المشروعات، بكل تأكيد حيفتح الأفاق لهذه القوة الشابة للمساهمة الحقيقية أن يتولى إدارة هذه المشروعات وإقامتها
بشكل صحيح يساهم بفعالية ويجعل منا قوة حقيقية قادرة على تطوير الاقتصاد، بدل من أن تكون قوة معطلة داخل الكادر الوظيفي الإداري التابع للقطاع الحكومي. من الممكن جدا وبإمكانيات الدولة اللي حاليا موجودة وبكل وفرة هذه المالية يمكن أن نحول هذه القوة إلى قوة فاعلة حقيقية اقتصادية تساهم في إحداث رفع في معدلات النمو الاقتصادي، في تخفيف معدلات البطالة بالشكل الذي ينعكس على المستوى العام للأسعار وقيمة العملة من خلال زيادة الصادرات من هذا النمط من المشروعات في المستقبل إن شاء الله. في ظل الخلافات السياسية الراهنة بين شرق وجنوب يعني وغرب أيضا، يعني كيف ستؤثر مجمل هذه الخلافات على تطوير الصناعات وبالتالي إعادة صياغة الاقتصاد؟ من الطبيعي جدا أن في الخلافات في أي مكان حتأثر على نمط الحياة بصفة عامة، ولكن الملتقى من خلال وإن شاء الله حتكون من خلال متابعتكم حنعطي صورة غير الصورة النمطية اللي تعودت على الصورة النمطية اللي عرفت على ليبيا خلال 10 سنوات. الملتقى حيكون فيه نخب أكاديمية من الجامعات الليبية، من غرب البلاد، من شرقها، من جنوبها، أيضا وجود العارضين من المناطق، من الأقاليم الاقتصادية المختلفة، من الأقاليم الدولة الليبية المختلفة. الحوار أو الصالون الاقتصادي اللي تكون فيه حتكون فيه وجوه متنوعة وصناع قرار من المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية، حيعطي رسالة حقيقية أن ليبيا بدأت تتجاوز هذه الخلافات وبدأت تنظر إلى آفاق التعاون والانفتاح على العالم بالشكل اللي يسهم في استقرارها وإحداث تنمية حقيقية مستدامة فيها إن شاء الله. نشكر مداخلتك معنا من طرابلس دكتور محمد شويرف، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب للملتقى. شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نتابع محاولات مصرية لإحياء صناعة الحرير وخطة لزيادة الصادرات، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تواصل مصر سعيها لإحياء الصناعات الحرفية والمنسوجات اليدوية التي كانت تشتهر بها قديما، ومن أبرز هذه الصناعات كما نعلم هي إنتاج الحرير الذي تراجع لمستويات متدنية في الفترة الأخيرة وأصبح يعتمد على الاستيراد. نعم لين، في الواقع تنتج مصر نحو طن ونصف طن من الحرير الطبيعي سنويا، لكن هذه الكمية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم الاستهلاك السنوي، وهو ما يأمل مزارعون وحرفيون اليوم في تغييره وسد متطلبات السوق المحلي بالكامل. على نول خشبي في ورشة صغيرة داخل بيته يغزل معوض طلخان خيوط الحرير لينتج أغلى أنواع السجاد اليدوي، حرفة توارثها عن أجداده وصارت مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، لكنه اليوم يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع معدلات البيع. أول مشكلة بتقابلنا هي موضوع التسويق. التسويق بقى صعب أوي، يعني حتى كنا بنشتغل الأول على السائح اللي بياجي بالنسبة للبصرات والكلام ده كله، دلوقتي ما فيش حاجات بتاجي. بالنسبة للخامة كمان، الخامة غالية جدا، لأن احنا محتاجين نعمل خامة في البلد هنا. زراعة التود اللي بتربى عليه دوت الأرث طبعا، ده لو اتعمل هيوفر لنا كتير قوي. صناعة الحرير في مصر تواجه تحديات عديدة، منها ما يتعلق بإنتاج الخامات ونقص العمالة المدربة في مجال تربية دودة القز، فضلا عن التحدي التكنولوجي. بحسب خبراء، تحتاج صناعة الحرير إلى مساهمة حكومية تبدأ من التوسع في زراعة شجر التوت، مما يساعد على انخفاض أسعار الخامات، ثم التنسيق بين المنتجين ومراكز التسويق محلياً وعالمياً لتنشيط حركة البيع. يستهلك السوق المصري ما يقرب من 350 طنا من الحرير سنويا، بينما تنتج مصر أقل من طن واحد ويتم استيراد الباقي. وتقول الحكومة إنها تعمل على إقامة مشروعات متكاملة لإنتاج الحرير وتصنيعه.
إنتاج الحرير الطبيعي صناعة تاريخية كانت لمصر فيها ريادة عالمية تعمل الحكومة على استعادتها اليوم، ويأمل المنتجون في بذل المزيد لحماية التراث اليدوي من الاندثار، وفي نفس الوقت لتلبية الطلب الداخلي ومضاعفة الصادرات. أميرة جدالله، الحرة، محافظة الفيوم. وفيما تسعى مصر لتطوير إنتاجها، فإنها تسعى بذلك لست حاجة السوق المحلي ومن ثم المنافسة عالميا، حيث توثق اللجنة الدولية للحرير صدارة الصين في هذا المجال، والتي تنتج نحو 150 ألف طن سنويا، وهي صناعة تاريخية في هذا البلد. تليها الهند بواقع إنتاج يصل لنحو 30 ألف طن سنويا، وتأتي أوزباكستان في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 1000 طن، وفي حين تنتج تايلاند نحو 700 طن بشكل سنوي، محتلة بذلك المرتبة الرابعة. أما البرازيل التي تحاول دعم هذه الصناعة فهي تنتج نحو 500 طن سنويا، في حين تنتج كل من الفيتنام وكوريا الشمالية نحو 400 طن بشكل سنوي. وأيضا توثق اللجنة نمو صناعة الحرير في إيران التي تنتج نحو 110 أطنان بشكل سنوي. رؤى، نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا من القاهرة رئيسة قسم الحرير في وزارة الزراعة المصرية دكتورة رحاب حسني طه. مرحبا بك معنا دكتورة رحاب. إذن بداية دعينا نستوضح منك، لماذا ترغب مصر في تنمية صناعة الحرير؟ طبعا هو من خلال التقرير اللي حضرتكم عرضته، طبعا مصر ترغب في إحياء صناعة الحرير من ثاني. هي كانت صناعة وتجارة موجودة في مصر منذ قديم الأزل، ولكن حصلت بعض المعوقات اللي خلتها أن هي تضمحل أو اندثرت هذه الصناعة. فمصر من خلال معرفتها بأهمية هذه الصناعة وتشجيعها للحرف اليدوية، وخاصة ان احنا في الوقت الحالي بنسعى دايما ان احنا كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة بنحاول ان احنا ندعمه ونوقفه على رجله. فصناعة الحرير وثقافة انتاج الحرير لها علاقة وثيقة جدا بالتنمية المستدامة، فبالتالي طبعا لازم كل الانظار تتجه ناحية احيائه مرة تانية، لما له طبعا من فرص بتساعد الشباب وتقوم ممكن دول على اقتصاد الحرير بس يعني. طيب دكتورة، يعني المنافسة هذه العالمية هل مصر هي قادرة عليها؟ يعني بالأرقام اللي ذكرناها قبل شوي، الصين تنتج 150 ألف طن سنويا مثلا، أما مصر فهناك يعني فارق كبير ما بينهم، فكيف يمكن الوصول إلى المنافسة العالمية؟ هو طبعا أنا مش هقول إن إحنا هننافس عالميا، إنما الوضع الحالي بيساعدنا في إيه؟ إن الدول اللي حضرتك ذكرتيها فيها تنمية صناعية عالية جدا وتكنولوجيا عالية جدا، فأصبح مستوى المعيشي للفرد عالي، فهم ما بيلاقوش الأيدي العاملة اللي تساعدهم على إنتاج الحرير الخام، فلذلك هم بيتجهوا لدول العالم النامي واللي بيحاول ياخد خطوات في هذا المجال ان هم يعملوا معاهم شراكات دوليه. نعم. فبالتالي احنا فرصتنا حلوه في ان احنا في شراكاتنا الدوليه مع دول العالم المتقدمه دي، بحيث ان احنا نبقى المكان اللي بيصنعوا فيه الماده الخام، وبعد كده هم بياخدوها يبتدوا في التكنولوجيا الحديثه بتاعتهم بقى يبتدوا يصنعوها على اعلى مستوى. فهي دي فرصتنا في الوقت الحالي، وإن شاء الله نقدر نوصل لمراكز عالية بإذن الله. طيب يعني دكتورة رحاب، تربية دودة القز غير مكلف وبنفس الوقت هو مربح، يعني ما هي خطواتكم لنشر ثقافة إنتاج الحرير بين المواطنين؟ هقول لحضرتك احنا عندنا قسم بحوث الحرير بيعمل مساعي جاهدة ان احنا ندعم هذا النشاط ونعرفه للناس. اولا احنا لينا الارض بتاعتنا وعندنا بنك جيني من اصناف التوت المختلفة،
وعاملين في القناطر فرع القسم قسم بحوث الحرير بالقناطر الخيرية، عاملينه مركز تدريب محلي بحيث أن كل من عايز أن هو يشترك في هذا النشاط بيتفضل عندنا وبيحضر دورات تدريبية بيتعلم فيها التربية ووصول التعامل مع الدودة ومع الزرع ومع الحل شراني الحرير، كل مراحل إنتاج الحرير بيتعلموا عندنا في القناطر. نعم تمام. واحنا عندنا اصناف التوت الموجوده، فاحنا دي مساعينا ان احنا نعلم الشباب لازم يتعلموا صح، لازم يتعلموا صح عشان يقدروا ينفذوا المشاريع صح. طيب ما هي جوده الحرير يعني المنتج في مصر؟ بصي حضرتك، احنا طبعا علشان هو موجود في القناطر في مكان حل، ولكن كمية الشراني المنتجة بتبقى قليلة على تشغيل هذا المكان، فاحنا بنعتمد على مكان الحل اليدوي. تمام. فده بيبقى الحرير المحلول به أو الشراني المحلولة بهذا المكان بتبقى جودتها طبعا مش عالية، إنما ليها صناعات وليها سوقها. إن إحنا يعني ممكن حتى كمان يعني دي أنا لما سافرت تايلاند وسافرت الهند في ناس كتيرة بتعتمد على هذا المكان البسيط وبيشتغلوا بيه في البيت، فده ممكن يعني مش هنقول ان هو جريد 1 او نمبر 1 في انتاج الخيط الحرير الخام، ولكنه ليه سوق ممكن ان هو كمان يباع في هذا الخيط. طيب يعني صناعه الحرير وتربيه دوده القز بالتحديد بتعلق يعني بشكل او باخر بالتغذيه، خلينا نتعرف على ابرز الاشجار اللي بتتغذى عليها ولماذا تريدون التوسع في زراعه شجره التوت بالتحديد. طبعا هي شجرة التوت هي العائل الوحيد لديدان الحرير التوتية، هي ما بتاكلش غير شجر التوت، فلازم ان احنا نعمل استزراع منه كتير جدا. احنا عندنا حوالي في مصر 24 صنف توت، ولكن اللي اكترهم كان ملائم للبيئة بتاعتنا والمناخ بتاعنا كان شجر التوت الهندي والياباني، فبالتالي احنا بنعمل اكثار منهم لسهوله تداولهم يعني. طيب يعني هناك خطه حكوميه للتوسع يعني في هذا المجال في انتاج الحرير، ولكن مثل ما شاهدنا في التقرير انه الموردين او العاملين في هذا المجال يواجهون الصعوبه في تسويق الحرير، يعني هل هناك اي خطه تسويقيه؟ طبعا بالفعل في خطة تسويقية، يعني بداية احنا في قسم بحوث الحرير عملنا صفحة على منصة على النت اللي هي قسم بحوث الحرير، عملنا صفحة على الفيسبوك بنقول فيها ان اللي عنده منتج وعايز يبيعه وبنحاول نعرفه للناس، بنحاول نوصل السلسلة دي للناس. هو طبعا كانت زمان كانت بتعمل مزادات وفي ناس بيجتمع فيه التجار والمحللين وكل دول، انما حاليا دلوقتي احنا بنكتفي ب التكنولوجيا يعني مواكبة للتكنولوجيا. نعم. عاملين صفحة على الفيسبوك بنقول اللي عنده المنتج ده. نعم. بنعرفه بيه اللي عايز يشتريه. نعم نحن نشكر طبعا نوع من التسويق وخطوة جيدة جدا. نعم نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار رئيسة قسم الحرير في وزارة الزراعة المصرية الدكتورة رحاب حسني طه، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى فقرتنا الصحية التي سنتحدث بها عن اختلاف أنماط التغذية وأنماط الحمية الغذائية المتبعة حول العالم، لكن سنركز هنا على حمية معينة تعتمد في نظامها على نوع من أنواع الأنظمة الحديثة، ولكن يتم اتباعه بالتحديد هذا النمط الغذائي منذ ما يقارب 2000 إلى 3000 عام بحسب جمعية النباتيين البريطانيين، ولكن هل كل الحميات النباتية متشابهة؟ يعني صح زي ما بتقول يا لين، هي في أنواع مختلفة كثير، وفي الواقع تختلف هذه الحميات بحسب مفهوم أتباعها وأيضا تقبلهم للأطعمة ذات المصدر الحيواني، حيث يأكل النباتيون أو ما يعرف بالفيجن بعض الأطعمة ذات المصدر الحيواني طبعا، في حين لا تسمح حمية الفيجن بذلك، ويقتصر طعامهم على الأطعمة النباتية بالكامل.
بالفعل بما أنه الأول من نوفمبر يصادف اليوم العالمي لاتباع حمية الفيجن، سنتعرف على أبرز ملامح هذا النمط الغذائي. بداية، يعرف أو تعرف جمعية النباتيين حمية الفيجن بأنها طريقة حياة تسعى إلى استبعاد جميع أشكال الاستغلال والقسوة تجاه الحيوانات من أجل الغذاء أو الملابس أو أي أغراض أخرى. وهذا يعني أنه اتباع هذه الحمية لا يأكلون اللحوم أو حتى الدجاج أو الأسماك بكل أشكالها، وبهذا يتشابه النباتيون. لكنهم يختلفون بأنهم لا يأكلون البيض ومنتجات الألبان والأجبان، بالإضافة إلى الحشرات والغذاء التي يتم إنتاجها كالعسل مثلا، كما يمتنعون عن تناول أي دهون مستخرجة من الحيوانات، يمنعون أنفسهم من استخدام أو شراء الجلود الحيوانية والصوف والحرير، إضافة إلى ذلك شمع العسل، الصابون الذي يحتوي أيضا هو على دهون حيوانية، كذلك مستحضرات التجميل والمنتجات التي يتم اختيارها أو اختبارها على الحيوانات. تستخدم أليسون قوة وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للنظام الغذائي النباتي، إلى أن أصبحت إحدى أشهر المؤثرات الداعية لنظام الفيجن. تقول إن رحلتها للتحول نحو نظام غذائي نباتي لم تكن سهلة. 2018 my then 5-year-old daughter. قصتي مع نظام الفيجن تعود لثلاث سنوات، عندما استفاقت ابنتي فجأة وقالت لي لا أريد أن أتناول لحوم الحيوانات بعد الآن. منعت ذلك بداية، لكنها أثرت علي وجعلتني أتبع نظام فيجن. شعرت بصعوبة بعد قطع منتجات الحليب، لكن أشعر الآن بأني أفضل صحيا. هناك نوعان من الأنظمة الغذائية النباتية، ويعد الفيجن أكثرها تشددا، إذ يمنع على أتباعه تناول منتجات الحليب والعسل والبيض. ومع تزايد أعداد المنتمين إلى هذا النمط الغذائي، أصبحت المطاعم والمتاجر تراعي وجود أطعمة تتناسب والنباتيين. في الواقع نحن نكافح كنباتيين في دبي. من الجيد حقا أن تأتي إلى مكان يحتوي على قائمة نباتية مناسبة وقادر على تلبية احتياجاتنا بالكامل. قد يخال إليك أن هذه الشرائح مصنوعة من اللحوم، لكنها آخر ما توصل إليه عشاق النظام النباتي. هم يتبعون ذلك النظام لأسباب تتنوع بين الصحية والدينية. ما هو النظام الغذائي النباتي؟ نتعرف على سلبياته وإيجابياته مع الدكتورة كارينا. تقول إن النظام النباتي المعروف بالفيجن يعتمد فقط على المأكولات النباتية، وهو يعتمد على الشوفان وعلى النشويات مثل الأرز والمعكرونة والفاكهة والخضار والحبوب والمكسرات. هو غني بالألياف، غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، وبشكل عام العالم يلي بيتابعوه بيكونوا عالم بيمارسوا الرياضة، عالم بيمتنعوا على الدخان، بقى بشكل عام بيكونوا عم بيعيشوا حياة سليمة وصحية. وبينت كم دراسات أنه النباتيين هن بيتعرضوا أقل على كم أمراض مثل مرض القلب، مرض الضغط، مرض السكري، وكمان مرض السرطان. هلأ بخصوص السلبيات، العالم يلي يتبعون هذا النظام هن بشكل عام بياخدوا كميات أقل وليس كافية من العناصر الأساسية للصحة الكاملة، مثل البروتينات، الزنك، الفيتامين بي 12، الحديد، الكالسيوم والفيتامين دي، وأيضا الأوميغا 3. خبراء التغذية والصحة يرون في ذلك خطورة على الأشخاص المتبعين للنظام الغذائي النباتي على المدى الطويل، بتعرضهم لأمراض مثل فقر الدم، تكسر العظام والاكتئاب، ويؤثر بشكل كبير على نمو الأطفال، كما أنه ليس النظام الأمثل لخسارة الوزن بشكل صحي. بلال الفارس، الحرة، دبي. للحديث أكثر تنضم إلينا أخصائية التغذية نادين عنداري. أهلا وسهلا بك سيدة نادين. يعني اختلفت الآراء حتى هنا وإحنا بالاستديو، يعني كل أحد يسأل الثاني هل تحس أنه هذا صحي أو لا. لكن بس في البداية خلينا نتكلم أكثر عن هذه الحمية كمفهوم، ما الغاية أو الهدف منها؟
هلا الهدف منا هو تحسين بيئتنا، تحسين صحتنا، وبعض الاشخاص ممكن انه يلجؤوا لها لاغراض روحانيه او لدينيه حتى. ولكن الهدف الأساسي من وراها هو عدم تعذيب أو استغلال الحيوانات بأي شكل أو بأي طريقة، مثل ما سمعنا من شوي، إما لإنتاج الملابس أو حتى مثلا الطعام أو أي أشياء أخرى. فالهدف الأساسي هو يعني تحسين صحتنا وبيئتنا بشكل عام مع حماية الحيوانات. طيب أستاذة نادين، يعني شو الفرق بينها وبين النباتية العادية؟ فقط يعني تقتصر أنه هم ما بأكلوا بيض أو منتجات الألبان والحليب؟ نعم صحيح، هو النباتي الصارم أو الفيجن بيتجنب كل شيء مرتبط بمنتج حيواني، وبالتالي ما في أبداً أي ألبان أو أجبان أو بيض، ولكن أيضاً بيمتنعوا عن العسل وكل شيء مرتبط بالعسل، وبيمتنعوا عن أي شيء مستخلص من الحيوان، يعني مثلاً الأكلات اللي فيها جيلاتين أو الأشياء اللي فيها لانولين أو حتى دهون الحيوانات مثل ما ذكرنا المرطبات أو الميك اب، هي كلها أشياء بيمتنعوا عنها، بيمتنعوا عن لبس الصوف، الحرير، الجلد. فبنشوف فيه بالفعل احترام للحيوان، وبالتالي في امتناع تام عن كل شيء ممكن أنه يكون مرتبط بالحيوان. يعني سيدة نادين، أنا مو معترضة لكن مستغربة، يعني كيف ممكن الواحد يقدر إنه هو يعيش وفي كثير من يعني العناصر الغذائية اللي هو يحتاجها الإنسان مو قادر يتحصل عليها؟ نعم، هلا نحن في عنا شيء ما بعرف اذا حيبين معنا، بس في عنا شيء بنسميه الهرم الغذائي للنظام الفيجن. اذا نحن اعتمدنا هالهرم هذا بشكل يومي، مش مفروض يكون في عنا نقص بالمواد المغذية. بنشوف بكعب الهرم في تركيز كبير على الخضار والفواكه، تناولها بشكل يومي، ومن ثم الجزء الثاني هو الحبوب الكاملة، وبعدين الجزء الثالث بيبقى مقسم ما بين البقوليات والمكسرات، وايضا الالبان والاجبان بدائل عن اكيد الالبان العاديه. وهون يعني اخر شيء في ادخال بسيط للدهون او للسكريات. فهو النظام اذا كان مدروس بالفعل وبيحتوي على عناصر غنية بالبروتينات، لأنه أكثر شيء ممكن يصير في نقص بالبروتينات أو بالفيتامين B12. فإذا نحن أدخلنا هالعناصر هذه كلها ولكن بشكل يومي، مش مفروض يكون في عنا أي مشاكل صحية. فهو النقص بيصير إذا كان هالنباتي مركز فقط على الخبز، الأرز، البطاطا، المعجنات، أو على الحلويات، أو هالجنك فود اللي هو كله فيجن أو نباتي. هون ممكن يصير في نقص بالمكونات الغذائية. يعني هذا هو سؤالي أستاذة نادين، لما إحنا بنستبدل البروتينات بالنشويات والسكريات، كيف رح يكون يعني اعتماد هذا النظام، كيف رح يأثر على الوزن؟ نعم، هلا ممكن انه يصير في زياده بالوزن في حال كان في ادخال تام للنشويات او تركيز على النشويات، ولكن اذا انا ادخلت البقوليات بشكل يومي بجميع انواعها، وادخلنا منتجات الصويا واللي هو تعتبر من البروتين المتكامل، يعني بيحتوي على جميع الاحمضه الامينيه الاساسيه، وأدخلنا جميع أنواع البقول من الحمص والعدس والفاصوليا والفول والكنوة والحبوب الكاملة مع المكسرات، هون في الشخص أنه يحصل على احتياجاته من البروتينات. حتى كمان ما ننسى في عنا بدائل الحليب مثل حليب الصويا اللي هو يعتبر كمان مصدر جيد للبروتين، وإذا كان مدعم بالكالسيوم بالفيتامين دي كمان عم بيعطينا هالشغلتين. طيب فنحن اللي بنشتغل عليه هون هو دمج بعض انواع من الاطعمه لناخذ كل البروتينات، يعني اذا اكلت الرز باكله مع الفاصوليا، اذا اخذت مثلا الخبز باخذه مع الحمص، بهالشكل هي باخذ جميع انواع الاحمض الامينيه الاساسيه. طيب سيده نادين، ابغى اعرف كمان يعني ايش هي فوائد ومضار هذا النمط الغذائي، غير طبعا موضوع احترام الحيوان انه هو حق له انه يعيش من غير اذى، لكن ابغى اعرف يعني لما الانسان يمارس هذا النوع من الغذاء جسمه كيف راح يستفيد، واذا استمر عليه على المدى البعيد ايش هي اضراره، وفعليا كم نسبه انتشاره؟
طيب خلينا نبلش أول شيء بشو هي منافعه. منافع هالنظام لأنه قليل بالدهون المشبعة والكوليسترول، فهو قد يقينا من أمراض القلب والشرايين، قد يخفض من ضغط الدم إذا أنا ما بأخذ أي وجبات سريعة، قد يقينا أيضا أو يقلل من فرص حدوث سرطان البروستات أو الثدي. ولأن هالأشخاص هودي ما عم يلجأوا لمنتجات حيوانية بتحتوي على هرمونات أو مضاد حيوي، قد يخفف من حدة الالتهابات، خاصة للأشخاص اللي عندهم التهابات بالمفاصل أو روماتويد أرثرايتس. هلأ فوائد أخرى كمان أنه غني بالألياف، فالشخص اللي عنده مشاكل بالإمساك إجمالاً بيتخلص من هالمشكلة، لأن عم نركز نحن على الألياف من الخضار والفواكه الحبوب الكاملة وأيضاً البقوليات، فهو جداً كويس للجهاز الهضمي. أما بالنسبة للمساوئ اللي ممكن أن تنتج، المساوئ بتنتج فقط من خلال عدم توازن أو إذا ما كان في إدخال لمجموعات الأكل اللي هلأ نحن ذكرناها بالهرم، فهون ممكن يصير في تساقط شعر بسبب نقص بالحديد أو بكمية البروتينات، ممكن يصير في تقلبات في المزاج، ممكن يصير في مثلا خسارة للعضل، ممكن يشعر الشخص بتعب أو بوهن، فقط في حال ما كان هالنظام مدروس أو كان هالنظام مش عم بيتبع بشكل صحي أو بشكل متوازن. هلأ مدى انتشاره، يعني منشوف نحن في بلدان مثل الهند في عندك تقريبا حوالي 40% من شعبه هو متبع النظام النباتي، زاد كتير يعني البوبولاريتي لهالنظام هيدا خلال هالكم سنة، خاصة نظام الفيجانيزم أو النباتي الصارم. هون كمان بدي نوه على شغلة مهمة. اتفضلي سريعا. أنا انتبه للأطفال أو المراهقين اللي فجأة بيصيروا نباتيين وهن ببيتهم ما في حدا نباتي، هذا قد يكون مؤشر على اضطراب في الطعام أو على طريقتهم للتحكم بوزنه. فإحنا هذه الشغلة بنكون جدا منتبهين لها. نعم، نشكر توضيحك لهذه المعلومة الأخيرة. عموما وإجمالا النصائح اللي ذكرتيها، أشكر مداخلتك معنا أخصائية التغذية نادين عنداري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلنا بأرائكم على موقع البرنامج. في أمان الله.